اول امتحان ليا قدام اللجنه كنت اتمنى ان انا اغني اغنيه تانية غير اللي انا غنيتها، لان هي كانت عاليه جدا عليا، فكنت باينه ان انا بصرخ مش قد ما انا بغني. صرخ سهل ابدا ان انت تغني قدام اسامي كبيره في الفن وبيمتحنوك وبيركزوا معاك. طبعا الفضل كل الفضل الاستاذ حسين، لولا ان هو قال لهم في اول امتحان مروه هديكي فرصه انت صوتك قوي. اول مره اسمع بنت دلوعه وتغني بصوت جهور، يعني بصوت قوي. انت هتكون في الفريق معايا، اتمنى ان انا قدام افاجئهم. اللوك بتاعي طبعا اتصدمت، بقيت واحده تانية خالص. انا محظوظه ان انا مع حسين الجسمي. انا مبسوط بالاغنيه وحب الاغنيه وعارف انك انت حباها. خايف عليها بجد. ما تقفوريش بس كان حلو. الوقفه الجايه يعني قدام الاربعه تاني، اتمنى ان انا اوريهم بقى ان انا مش بصرخ خالص. مروى احمد. مساء الخير.